تتواصل جهود افراد الشرطه للمصلحه الجهويه لمكافحه الاتجار غير المشروع بمخدرات البشر لمكافحه جرائم التهريب والجريمه المنظمه ووضع حد نشاطات الشبكات الاجراميه المنظمه الناشطه في مجال مكافحه التهريب والمخدرات، حيث مكنت عمليه منفذه بالتنسيق مع المصلحه المركزيه لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات لمديره العام للامن الوطني من تفكيك شبكه اجراميه منظمه وحجز كميه معتبره من المخدرات. القضيه عولجت على اثر استغلال المعلومات بالتنسيق مع المصلحه الجهويه لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات بشار مع المصلحه المركزيه لمكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالجزائر عن وجود شبكه اجراميه منظمه بصدد تهريب كميه من المخدرات انطلاقا من الحدود الغربيه للوطن. الاستغلال الجيد للمعلومه مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه مكن من ضبط وتوقيف على مستوى مدينه بشار شخصين مشتبه فيهما 36 و 48 سنه مركبه سياحيه بزرق مولاد بشار وحجز كميه من المخدرات بوزن اجمالي 20 كيلوغرام و 766 غرام من الكيف المعالج. تم تقديم المشتبه فيهما الموقف امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار الذي احال ملف الاجراءات على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة ليأمر بإيداعهما الحبس المؤقت عن تهمة جنحة القيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة والحصول والشراء ونقل مخدرات قصد البيع، جنحة التهريب باستعمال مركبة. زير تيوب اول قناة الكترونية في الجزائر.